شهر على استقالته من رئاسة الحكومة، أسابيع من المشاورات لم تصل إلى نتيجة. أخيراً أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عدم رغبته في العودة إلى رئاسة الحكومة، قرار جاء على وقع متغيرات يشهدها لبنان بدءاً من الحراك المستمر في الساحات منذ أكثر من 40 يوماً، مروراً بالرسائل المعلنة والمضمرة التي أبلغها الموفدون الغربيون للقيادات اللبنانية. فالموفد الرئاسي الفرنسي لم يمانع تأليف حكومة تكنوسياسية على خلاف رغبة الحريري الذي تمسك بحكومة من التكنوقراط. بدوره لم يبدي الموفد البريطاني معارضة لمشاركة الأحزاب في الحكومة المقبلة. وحدها واشنطن كانت تعارض وبشكل علني أي مشاركة حزبية في السلطة التنفيذية، وجاهرت برفضها تمثيل حزب الله في الحكومة. وفق تلك المعادلة تعقدت الأمور في البلاد، وزاد ضغط الشارع في تفاقم الأزمة. وعلى الرغم من المشاورات المكثفة مع الحريري لإقناعه بتأليف حكومة تكنوسياسية، لم يبدي تجاوباً، وراح يسمي هذه الشخصية وتلك، وبعد أن تبدي الأحزاب موافقتها يعود ويبدل رأيه. الأمر تكرر مع ترشيح الوزيرين محمد الصفدي وبهيج طبارة بحسب بعض الأوساط. أما الغالبية النيابية التي تضم التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله فإنها تسعى إلى تأليف حكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المالية وليس لمواجهة الحريرية السياسية. بيد أن السؤال ماذا لو اعترض الحريري على اسم الرئيس المكلف؟ هل سيعتذر الأخير ويصار إلى إعادة الاستشارات؟ الإجابة الشافية عن كل تلك التساؤلات ستبدأ بالظهور بعد انتهاء الاستشارات النيابية.